معانا النهارده عشان نتابع ليه الشوط الاول. عايزك تقول لنا النهارده الماتش النهارده مش ازاي وشايفين الجاي. طبعا الماتش صعب جدا، بنلعب فريق محترم جدا جدا، وكفايه ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا الفرقه دي كلها يعني بتبقى فرحانه ان هي بتتعادل معانا، فالحمد لله وان شاء الله اللي جاي احسن. شايف ان احنا حققنا حاجه كويسه جدا، وان شاء الله ان شاء الله هنحقق حاجه كبيره جدا جدا. الله يبارك فيك.